السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا النهاردة هكلم مصر والعالم عن أخطر دواء على مستوى العالم. أخطر دواء على مستوى العالم، بحذر منه زملائي الصيادلة أولا، وبحذر منه جميع المواطنين، جميع الناس اللي بتدخل أدوية في بيتها، خصوصا مرضى القلب. الدواء ده اسمه ديجوكسين ربع ملي جرام. احكي لكم قصة قصيرة قوي من خلالها هتستنتجوا مدى خطورة هذا الدواء. من فترة قريبة في شاب عنده 24 سنة راح كشف عند دكتور باطنة بيعاني من حالة امساك، فالدكتور كتب له لاكسين قرص 3 مرات في اليوم لعلاج الامساك. طبعا الدكتور كان مشغول الصبح فسايب بنت في الصيدلية، فالبنت بدل ما تصرف لاكسين للإمساك، لأ، صرفت لانوكسين قرص 3 مرات. خلال 10 أيام كان الواد مات، وطبعا حصلت مشكلة مع الصيدلي ودفع دية لأهل الميت. ليه؟ لأن الدواء ده جرعته قرص يوميا لمدة 5 أيام وبتريح يومين. وهو بيعطى لمرضى القلب لتقوية عضلة القلب. غير ان في اطفال صغيرين في المنازل يجي جاي طالع على ترابيزة الدواء، ساحب العلبة دي سافف منها 5 6 حبيات يجي ميت على طول. فأنا بعيد وبزيد وبحذر، ومحدش قال الكلام ده على مستوى العالم ولا مصر غير العبد لله. خلي بالكم من العلبة دي، خلي بالكم من استخدامها. العلبة دي تتشال في مكان مرتفع جدا في البيت. خلي بالك من العلبة دي، العلبة دي سم قاتل. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. السلام عليكم.